صلي وسلم دائما أبدا. ولا أرقت لذكر الباني والعالمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. سواك عند حلول الحادث العميم. سواك عند حلول الحادث العميم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير صلى الله عليه وسلم. لا بد لكل بداية من نهاية، والحمد لله أن بدايتنا كانت في طاعة الله، ونهايتنا إن شاء الله كانت في طاعة الله. وتقبل الله منكم هذا الشهر الكريم وجعلكم من عتقائه، ورحم الله كل من مات من أهلينا وذوينا وأقاربنا. ونلتقي بكم على خير إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم. فبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأستاذ محمد أمين ترمذي على هذا الختام، وليس هناك ختام أفضل من هذا الدعاء الروحاني الرقيق. شكرا للأستاذ محمد أمين الترمذي على هذا الأداء الجميل، على هذا الاسترسال، على هذه القوة في الحضور. مرحبا بك مرة أخرى وأنت بهذا الجلباب الجميل. أعرف أنك لا تنكر جميل أي ممن ساعدك أو وقف بجنبك. أعطيك الآن المجال. لا يفوتني أن أشكر هذه الفرقة الطيبة الكريمة المعطاءة، وكل الفرق التي أمتعتنا على هذه الخشبة، ونسأل الله تعالى لهم مزيدا من التألق والنجاح. ولا يفوتني أيضا أن أشكر الأستاذ المنشد محمد الزمراني الذي أخذت منه مطلع أنشودته حبيبي يا رسول الله، فهي أصلها منه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم. شكرا لك أستاذ. ورد المحبة
لا ينفد ولا ينتهي، وردة من جمهور مدينة تطوان، وردة من الجهات المنظمة، واسمحوا لي وردة مني أيضا للأستاذ الكريم. تفضل أستاذ، تستحقون كل الورد وأكثر. أيها الأحباب، وددنا وتمنينا لو أننا لا نتوقف في هذه الليلة، ولكن لابد لكل مسيرة من محطة للتوقف. إن شاء الله نعدكم، نعد الفنان الكبير المنشد محمد أمين الترمذي بلقاء قريب إن شاء الله في مدينة تطوان. إلى ذلكم الحين أيها الأحباب، أشكركم على حضوركم الجميل، على هذا الصبر، بل هذه المحبة وهذه المشاركة الجميلة. لا فرق عندنا بين المنصة وبين قاعة الجمهور، كلنا نساهم في صدى الأسحار بما نستطيع بالأداء الجميل وبالاستماع الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لذلك نشكر كل الجهات المساهمة في تنظيم هذا الحفل، نشكر كل رجال السلطات المحلية من رجال الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية، لهم منا جزيل الشكر على هذا الحضور الجميل الذي يعطينا الإحساس بالأمان في بلد الأمان. والآن اللجنة التنظيمية تدعو إلى صورة جماعية مع المجموعات، بعدها مباشرة إن شاء الله نفتح باب للصور التذكارية مع أستاذنا محمد أمين الترمذي بصعود جميل أيضا وبتنظيم جميل كما كان الأداء جميلا. أيها الأحباب، مسك الختام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصياما مقبولا وقياما مقبولا إن شاء الله.